النقاشية التي عقدناها منذ نهاية العام الدراسي الماضي إلى مطلع العام الدراسي الحالي بعنوان أمن واستقرار الجامعات في العام الدراسي القادم. كلنا يعرف ما جرى في الجامعات في العام الدراسي الماضي، كلنا يعرف ما جرى في الجامعات في المنتصف الأول من العام الدراسي الحالي، كلنا يأسى ويدمى قلبه لما جرى من حرائق، من تخريب، من تلويث للجدران، من هتافات سيئة، من عنف، من شماريخ، من مولوتوف، من كل هذا أمر يدعو إلى الأسى. ولذا عقدنا هذا المؤتمر لنحدد معا أهداف ما نريده في الجامعات المصرية أو دور الجامعات المصرية في مقاومة العنف والإرهاب. وهذا المؤتمر وإن كان يأتي بعد ما ذكرته عن مؤتمرات، لكنه أيضا ملح ومطلوب، لأننا نستشعر أن الإجراءات التي اتخذت لمواجهة العنف والإرهاب في الجامعات المصرية ما تزال غير كافية، فما تزال مظاهر العنف والإرهاب مستمرة، ما تزال المقاومة أو التصدي لما يجري أمر يشوبه العجز أو الضعف في جنبات كثيرة. وبالتالي نحن في حاجة إلى أن نحدد ما ينبغي أن يكون في مواجهة ما هو موجود، خاصة وأن دور أساتذة الجامعات ليس منحصرا داخل جدران الحرم الجامعي، وإنما أيضا هو ممتد إلى خارج الحرم الجامعي، لما للجامعات من عقليات فزة ونفوذ واسع أدبي في المجتمع المصري وواجب وطني يقتضي منها أن تؤدي هذا. وفي هذا الصدد نحن نحيي البيان الرائع الذي أصدره شيخ الجامع الأزهر ضد ما يجري من دعوات للعنف والتخريب يوم 28 نوفمبر، ونحن نرى أن هذا واجبنا جميعا ليس فقط أن نؤيد هذا البيان، وإنما أن نشاركه في التصدي بمقترحات نقدمها لمواجهة ما يمكن أن يمس أمن واستقرار هذا المجتمع، خاصة وأننا جميعا نستشعر في حياتنا الاجتماعية أن كثيرا من المخططات تجري، كثيرا من الأفكار الهدامة تستشري، كثيرا من المحاولات غير الوطنية توجد على الساحة، وهو ما ينبغي أن نتصدى له جميعا، لأن هذا هو واجبنا جميعا، خاصة وأن ما يجري في الجامعات وفي خارج الجامعات لا يكون التصدي له فقط عن طريق العنف، عن طريق الشرطة، عن طريق، لا، هناك واجب ضخم جدا لعلماء الاجتماع، هناك واجب ضخم جدا لعلماء علم النفس، هناك واجب ضخم جدا للقيادات السياسية، هناك واجب ضخم جدا لأساتذة الجامعات فيما يجري. وبالتالي نحن نتحمل مسؤولياتنا في شجاعة ظاهرة حين نتصدى لكل هذا بعقد هذا المؤتمر الذي أذكركم مرة أخرى بعنوانه، هو دور الجامعات في مكافحة العنف والإرهاب داخل الجامعة وخارج الجامعة. ولكني أيضا إلى جانب ترحيبي بحضراتكم وشكري الجزيل على استضافتكم، لابد أيضا أن أعبر عن شكر الجزيل لنادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر الذي رحب باستضافة هذا المؤتمر العلمي الذي تنظمه النقابة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حسين توفيق عويدة، خاصة وأن نادي الأزهر كان شريكا أساسيا فاعلا في نشاط تكوين هذه النقابة منذ بدايتها وما سبقها من تنظيمات حاولنا صناعتها. وأيضا لابد أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة على رعايته الدائمة لهذا المشروع منذ بدايته إلى اليوم، بحيث صار موضوعا فتيا في حياتنا الجامعية. فنقابة علماء مصر التي يناهز عدد أعضائها اليوم 50,000 من أساتذة الجامعات المصرية على امتدادها، هذا الكيان الضخم هو أكبر كيان في واقع وتاريخ الجامعات المصرية، وعليه واجبات ومسؤوليات هائلة تتضح عندنا جميعا إن شاء الله في اللقاءات التي سنعقدها في القريب العاجل متتالية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات ومقترحاتنا حوله، والذي تحول بحيث صار مشروع قانون تنظيم التعليم العالي، سيضم التعليم العالي كله ليس غير. أكرر الشكر لحضراتكم، وأكرر الشكر لأساتذتي الأفاضل،
وأستأذنكم في أن نستمع للأستاذ الدكتور حسين عويضة في كلمة ترحيبي بحضراتكم قبل أن يتولى أستاذنا الدكتور عم عزة سلامة إدارة هذا المؤتمر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفة الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الزملاء الأفاضل، حبيب الملايين معالي الوزير عمرو عزة سلامة. وما بقول حبيب الملايين، هو حبيب الملايين فعلا، حبيب ملايين أساتذة الجامعات المصرية كلها، حبيبنا طول عمره واقف جنب أعضاء التدريس، الوزير اللي كان بيسيبنا نعمل اللي احنا عايزينه وفي الآخر يجي يقول اللي انتوا عاوزينه أنا هنزل أوافق عليه، أنا مش هقعد ساعة الحوار ويسيبنا قاعدين في الدور الثاني وهو يطلع مكتبه لغاية ما نخلص حوار وننتهي إلى قرارات، وكان ينفذ لنا القرارات على طول. فين العهد ده؟ ربنا يعود العهد ده تاني يا رب على إيد أستاذنا الدكتور عمرو عزة سلام. الأستاذ الدكتور عبد الله سرور اللي جايبها من شرقها لغربها، من إسكندرية لأسيوط لآخر الدنيا، طول النهار من المشرق إلى المغرب، تعب تعب لا يطيقه بشر في هذه النقابة، وشاف معاناة على يدي، شاف معاناة لا يستطيع إنسان أن يحتمل إلا رجل ذو وفاء لزمايله، محب لزمايله، محب للجامعات، محب إنه يرى الجامعات في أحسن صورها. فأنا بشكره كل الشكر على ما قدمه لهذه النقابة ولأساتذته الجامعات المصرية كلها. أما اليوم فعنوانا دور الجامعات في مكافحة العنف والإرهاب، فإحنا بعتبر إن النقابة، نقابة أعضاء نقابة علماء مصر، أنا بعتبرهم إنهم برلمان أعضاء هيئة التدريس الجامعات المصرية، أنا بعتبره مجلس نواب أعضاء هيئة تدريس الجامعات المصرية، هو الوحيد الآن الذي يعبر عن أعضاء هيئة التدريس الجامعات المصرية. وإذا كان في زملاء لنا ساعة الحضور ما بيحضروش ويقولوا اعملوا انتم والبركة فيكم، فلو اتنين لو خمسة هنشتغل وهنخلص إن شاء الله بإذن الله ما نصب إليه. وأحد هذه العوامل الهامة قانون الجامعات، قانون المستقبل، لابد أن نشارك، لابد أن نحضر، ما نبقاش ما نحضرش والآخر نلطم نقول عملوا قانون من ورانا، لا لازم نحضر. وأنا بوجه هذا الكلام إلى جميع زمايلي من اسكندرية لأسوان، عليهم أن يحضروا عندما نعقد أي اجتماع، علشان أما يجي قانون بقى يفوت من ورا ظهرنا ما حدش يبقى يتكلم ويقول ده قانون ده فات من ورا ظهرنا. لابد من حضور أعضاء التدريس، لابد. النهاردة مصيبة كبيرة في الجامعات المصرية، مفيش إرهاب إلا في الجامعات المصرية، برضو الحضور قليل. إيه الحقيقة؟ أعضاء التدريس يجب يطلعوا من عباءة الخزلان ويطلعوا، لابد أن يشاركوا عشان يكون القرار قرارنا، وفي الآخر ما نقدرش بعد كده نقول والله الدولة قصرت، الدولة ما أخدتش رأينا. إحنا بنقول أهو إن في مؤتمر قادم مهم لبحث قانون الجامعات، احنا دلوقتي مؤتمرنا دور الجامعات في مكافحة العنف والإرهاب، احنا دلوقتي مطلوب منا التصدي للشرذمة من قوى التطرف والإرهاب ومواجهة فرض الرأي والترويع والعنف وإقصاء الآخر بالاستبعاد والتكفير وتصحيح الوعي الإنساني. احنا مهمتنا تصحيح الوعي الإنساني وقيادته لمعارك إنقاذ الوعي لإيقاف ما يتم حاليا من حيل وأقنعة للاختطاف والتضليل وإعادة صناعة المأساة التي ما زالت الأمة تدفع ثمنها من أرواح الشهداء، وتهديد الاستقرار من الذين يرون في كل خطوة نخطوها للأمام والبناء كوارث تهدد أوهام عودته المستحيلة. إحنا النهاردة في خمس بنود هنتكلم عليهم وهنقول
ونركز على ينابيع بإيه ننتهي بإيه. أنا مش هقدر أتكلم أكثر من إن أرحب بكم في بيتكم جميعا نادي أعضاء تدريس جامعة الأزهر، لأن المطلوب إن إحنا نسمع رأيكم، والمؤتمر جاي عشان نسمع رأيكم، وعاوزين المرة دي نسمع رأي الصحفيين، نسمع رأي الإعلاميين لأنهم ذو خبرة. الإعلاميين اللي قاعدين في وسطنا دول لازم نسمع رأيهم، ذو خبرة ولازم يقولولنا رأيهم ولازم يقولولنا مشاهداتهم إيه. وأترك المجال الآن لرئيس الجلسة يمشيها بقى، حبيب الملايين معالي الوزير الأستاذ الدكتور عمرو عز السلام. الله يكرمك. خمس نقط اللي انت بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ارحب بحضراتكم جميعا في هذا اللقاء اللي تعقده نقابة علماء مصر، وبشكركم، بشكر من حضر على الحضور، وبشكر من لم تمكنه الظروف في نفس الوقت، وبشكر النقابة على دعوتها لي لحضور هذا اللقاء. الحقيقة مصر بتمر بظروف كلنا عايشينها وعارفينها، وليست مصر فقط ولكن المنطقة كلها حولنا بتمر بنفس الظروف. بداية أنا أحب أن أنا أخذ الكلمة من الأستاذ الدكتور عبدالله سرور، وأن يكون لنا بيان واضح في تأكيد بيان الشيخ الأزهر، في تأكيد بيان الشيخ الأزهر، وأن نقابة علماء مصر وجميع علماء مصر بيؤيدوا ما جاء في هذا البيان بوضوح شديد جدا. نمرة اتنين، مصر بتمر بعنف وإرهاب على مستويين حقيقة، على مستوى ما نراه في شبه جزيرة سيناء، وهذه المعركة حمية الوطيس التي يقودها جيش مصر الشجاع المخلص مع قوات الأمن المصرية لتخليص سيناء من عناصر العنف والإرهاب، اللي هي ليست فقط عناصر مصرية إنما عناصر دولية بتفعل ما تفعل وفعلت ما فعلت في شبه جزيرة سيناء. ونقف جميعنا صفا واحدا وراء الدولة ووراء جيش مصر العظيم ووراء قوات أمن مصر لحتى تتخلص من سيناء من ما هي فيه من عنف وإرهاب، وتعود إلى أحضاننا إن شاء الله منطقة كلنا نتطلع إلى استثمارها وإلى أن تكون جزء عزيز غالي مثمر داخل المجتمع المصري. أما ما نراه من عنف داخل المجتمع بقى، داخل مصر، داخل القاهرة، داخل الجيزة، داخل اسكندرية، داخل كل محافظات مصر المختلفة، من كما قال الأستاذ الدكتور حسين عويدة من شرزمة، تحاول أن توقف عجلة المستقبل، تحاول أن توقف عجلة التقدم. النهاردة مصر رئيس الوزارة بيعلن عن مؤتمر مصر الاقتصادي يوم 13 ل15 مارس الجاي إن شاء الله. مصر عملت انتخابات توافق على دستور، مصر عملت انتخابات رئاسية، مصر في طريقها إلى انتخابات برلمانية قادمة. كل دول بيحاول عناصر العنف وعناصر الإرهاب أنها توقفه وتوقف التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري. وأنا أتمنى إن شاء الله أن يكون لأساتذة الجامعات والمراكز البحثية دورهم الرئيسي والكبير، لأن دورهم دور فاعل مع شباب مصر، دورهم دور فاعل في عمل الدراسات والأبحاث اللي توجه وتخلي الدولة تستخدم العلم في حل المشكلات، وعلى رأسها مشكلة العنف والإرهاب الجاري داخل المجتمع. الحل الأمني مطلوب، ولكن بجانب الحل الأمني هناك
حلول عملية وعلمية نحن نستطيع كأساتذة جامعات وأساتذة مراكز بحثية إن احنا نقدمها للمجتمع حتى نحقق التخلص من العنف ومن الإرهاب مش داخل الجامعات لكن داخل المجتمع المصري كله إن شاء الله، وحتى تنطلق مصر الانطلاقة اللي احنا كلنا بنصب إليها واللي احنا بنتطلع أن تكون دولة من الدول العظمى إن شاء الله. النهاردة في 5 محاور زي ما أشار الأستاذ الدكتور حسين عويضة. هذه المحاور هقولهم كده زي ما مكتوبين قدامي: دور الجامعات في مكافحة العنف والإرهاب، خطر العنف والإرهاب على الأمن القومي، ينابيع العنف والإرهاب في المجتمع، أسباب ومظاهر العنف والإرهاب في الجامعات، سبل مكافحة العنف والإرهاب سواء في الجامعات أو في المجتمع المصري ككل. النهاردة احنا شايفين العنف والإرهاب مش في الجامعات فقط، كان الجامعات السنة دي أفضل حالا يعني إلى حد ما من العام الماضي، ولكن بدأت مظاهر بنشوفها زي المتفجرات اللي بتتحط على خطوط سكة الحديد واللي بتتحط في التجمعات و و و. نتمنى إن شاء الله أن يكون لنا دور فاعل في هذا الأمر بإذن الله، وأن احنا ننتهي منه بأسرع وقت ممكن. المؤتمر الذي ينعقد اليوم هو مؤتمر علمي بعنوان دور الجامعات في مكافحة العنف والإرهاب. كلنا يعلم أن الجامعات المصرية منذ 1.5 عام تعاني معاناة شديدة من العنف والإرهاب وتداعياته، وكلنا يعلم أن نقابة علماء مصر قد تصدت لذلك مبكرا فعقدت 3 مؤتمرات علمية بعنوان أمن واستقرار الجامعات، وخرجنا بمجموعة من التوصيات الهائلة التي تمنع العنف والإرهاب، أرسلناها إلى السيد وزير التعليم العالي وأرسلناها إلى السيد رئيس الوزراء، ونتمنى أن يقرؤوها في يوم من الأيام. أما الآن فنحن نتناول موضوعا بالغ الأهمية: دور الجامعات في الجامعات وخارج الجامعات في مكافحة العنف والإرهاب، خاصة وأننا في مجتمع تلوح فيه أمارات العنف والإرهاب بشكل واضح جدا، وكلنا يعرف أننا بعد أيام قليلة يأتي يوم 28 نوفمبر الذي تداعت بعض جهات التطرف تطالب الناس بالخروج فيه بالسيوف والمصاحف، ولهذا عقدنا هذا المؤتمر. بالتأكيد المؤتمر لديه توصيات مهمة جدا فيما يختص بالجامعات. نحن نطالب بإنشاء وحدة شرطة متخصصة لحماية المنشآت الجامعية وحفظ الأمن العام داخل الجامعة، بعيدا عن محاولات التسكين مثل شبكة فالكون وغيرها التي لم تصنع شيئا ولم تؤدي أي خدمة للمجتمع الجامعي. الأمر الثاني، لابد من نظام جديد للتعيين في الجامعات، فالنظام الحالي في تعيين المعيدين وأعضاء التدريس لا يصلح، استهلكه الزمن ولابد من تغييره تماما. ثلاثة، لابد من إعادة النظر في نظام اختيار القيادات الجامعية، فالوضع الماضي كان سيئا جدا لوضع الانتخابات لأنه أخضع الناس للشلالية والرشاوي، والوضع الحالي شديد السوء. أربعة، إن سياسة الدولة في التعامل مع المجتمع الجامعي أيضا هي سياسة مرفوضة، ذلك لأننا حتى اليوم أكثر من 140 كلية بلا عميد بلا إدارة، هناك جامعات بلا رئيس جامعة وبلا نواب، هناك كليات بلا عميد وبلا وكلاء، أمر لا يمكن قبوله وشيء غريب جدا. ليه؟ بيستوردونا من الخارج كان زمانه واصل. أمر شاذ يعطي انطباعا سيئا جدا عما يجري في الجامعات المصرية. حضرتك بتتكلم عن الكادرات الجامعية، أبرز الكادرات الجامعية عليهم علامات استفهام. لا كتير عليهم علامات استفهام، أبسطهم على الإطلاق كل من تولى مقعدا قياديا جامعيا في العام الدراسي الماضي وثبت عجزه وفشله عن مواجهة العنف والتطرف ينبغي أن يترك مكانه دون تفاهم، لأنه أثبت أنه عاجز أو أنه متواطئ أو أنه لا يستطيع أن يكون في مكانه الصحيح. الحالي رئيس جامعة الحالي طبعا، أولا بقول لسه لم يعني المدة التي قضاها كانت مدة قليلة، لم يستطع أن يقدم كل ما عنده بكل تأكيد، ما يزال يكافح لأنه يواجه العنف والإرهاب بشكل واضح يومي. جامعة الأزهر معروف أنها إحدى الجامعات التي تمثل بؤرة من بؤر العنف، لم يعالج كل القضايا مرة واحدة، ينبغي أن نعطيه فرصة، لكن ينبغي أيضا أن يتم ذلك على أساس علمي. يعني ينبغي نحن نطالب كل رئيس جامعة أن يعقد مؤتمرا عاما مفتوحا مثل مؤتمراتنا العلمية دي لمناقشة القضايا ووضع الحلول لها، والجامعيون يستطيعون أن يضعوا حلولا لكل الأمور وليس لأمر واحد، فلماذا التأخير ولماذا العجز؟ حضرتك مع تدخل الشرطة داخل الحرم الجامعي أم من الخارج؟
نحن مع وجود الشرطة وجودا ظاهرا مكثفا داخل الحرم الجامعي، ينبغي بشرط أن تكون شرطة متخصصة لحماية أمن المنشآت وحفظ الأمن داخل الحرم الجامعي، يصدر بها قانون يحدد مهامها في هذين فقط دون أن يكون لها أي علاقة بالطلاب أو الأساتذة أو الأنشطة أو أي شيء، هي وظيفتها حماية المنشآت وحفظ الأمن العام داخل الحرم الجامعي فقط. أما ما الحلول المؤقتة العاجزة زي فالكون وغيره فقد سبوا تفشلها، وأن كل عملها أنها بتعمل إيه؟ كل عملها أنها بتشوف كابنات على الباب. طب يعني ندفع 80 مليون عشان نشوف كابنات على الباب؟ طب ما كان بيشوفها الأمن العادي بس. والله يمكن تسميتها سبوبة. أولا دي العقد بتاعها ب 80 مليون وهذه مأساة. ثانيا ان خدت دفعة مقدمة 40 مليون من اموال البعثات وهذه مأساة اخرى لانها تؤثر على عدد البعثات والمبعوثين في الجامعات المصرية، وبالتالي هيؤثر على المستوى العلمي للجامعات ويؤثر على المستوى المؤهلين ويضيق فرص التعلم امام الشباب الذين يبتعثون، فهذه مأساة. الامر الثاني ان ال 40 مليون الثانية ستدفع من الموارد الذاتية للجامعات وهذه مصيبة، فالجامعات ليس لديها موارد، وبالتالي يعني سنزيد الامور جفافا فوق جفاف، وده امر غير مطلوب. ما حاجاتنا لفالكون؟ ولماذا تأتي فالكون؟ شيء غريب جدا، كثرة الحديث عن البروتوكولات والتفاهمات والقانون والاستراتيجية، اعرف ان هذه كلها فقاقيع اعلامية لا وجود لها في الواقع. الدكتور حسين عويدة رئيس نادي اعضاء تدريس جامعة الازهر، النهاردة نادي اعضاء تدريس جامعة الازهر بالاشتراك مع نقابة علماء مصر بنقيم هذا المؤتمر تحت عنوان دور الجامعات في مكافحة العنف والإرهاب، والبنود الأساسية في المؤتمر أول بند دور الجامعات في مكافحة العنف والإرهاب، تاني بند خطر العنف والإرهاب على الأمن القومي، تالت بند ينابيع العنف والإرهاب في المجتمع، رابع بند أسباب ومظاهر العنف والإرهاب في الجامعات، خامس بند السبل مكافحة العنف والإرهاب في الجامعات. ألخص ما يحدث بأن ينابيع العنف والإرهاب، أنا أقول إنها لازالت القيادات الجامعية وأعضاء التدريس والطلاب والعاملين اللي لازالوا من الإخوان المسلمين، ولم تطهر الجامعات نفسها بنفسها، لأن طول الجامعات مش هتطهر نفسها طول ما العنف ده هيبقى مستمر والإرهاب هيفضل مستمر. العلاقة اللي بين الطالب وبين الأستاذ يجب أن تعود كما كانت في الخمسينات، أن الأستاذ يبقى أب لمجموعة من الطلاب 30-40 يرعاها، يبقى أبوه أب لهم يحل مشاكلهم، وإذا حصل لهم أي مشكلة هيروح يحلها مع أستاذ مع إدارة مع أي حاجة. العلاقة دي يجب أن تعود مرة أخرى. عدم الردع السريع مشكلة من المشاكل الكبيرة. قانون جامعة الأزهر الحمد لله أصبح الآن يتيح الردع السريع مع الأستاذ أو الطالب ويفصل فورا إذا ارتكب أي شيء خطر ضد الجامعة أو ضد منشآت الجامعية أو مجتمع الجامعة. لكن القانون 49 قانون الجامعات الأخرى لا يتيح هذا، وهو ده يعتبر من ينابيع الإرهاب. المدن الجامعية أحد منابيع الإرهاب برضو، اللي هي بتعتبر مخزن للأسلحة والمجرمين اللي بياخدوا أجر، وزبطة متمرة مجرمين بيجي ياخدوا أجر لغاية 2000 جنيه على حسب السلاح والتدريب بتاعه. نمر بعد كده عدم تطبيق قانون التجنيد اللي انت رفضته، الضبط ان هو بيحرق معمل بقى ايه؟ بقى مجرم في السكة، خلاص اي جماعة مش هتقبله. على قانون التجنيد ان على الجامعات ان تبلع السجلات العسكرية علشان الجيش ياخده، ما يحطوش بقى في الجيش عسكري عادي يقوم ياخد سر الجيش ويوديه للإخوان، لا يوديه للصحراء في الجيش بيعمل مشاريع في منتهى العظيم العظمة، انا شفتها بنفسي، انتاج نباتي انتاج حيواني انتاج سمك، يروح يحوله من واحد ماسك بندقية إلى واحد ماسك فاس، يقوم يتحول من مجرم إلى إيه؟ منتج. وده اليد الحريرية أيضا من العناصر المهمة. واحد راح يقتل واحد راح يضرب مدرعة، استنى ما يروح إذن النيابة ولا تعامل معاه على طول. يبقى لابد أن نطهر أنفسنا ونطهر مجتمع الجامعات ونفعل القانون بحيث أن يمشي في الردع السريع، نغلق المدن الجامعية نأجرها المستثمرين يجيبوا لنا عائد كبير
ندي الطلبة اللي هم كويسين اللي جاي أجندتهم العلم بس ندي لهم فلوس إن شاء الله 500 إن شاء الله 1000، لأن هناخد فلوس كتيرة من المدينة الجامعية. ليس من بين القوانين ما يلزمني إن أنا أعمل مدينة جامعية. المدن الجامعية في الأقاليم اتعملت علشان إيه؟ علشان أمنع المدن الجامعية. سيد قدم حضرتك بتكلم دلوقتي، طب والمغتربين؟ المغتربين ياخدوا فلوس 500 جنيه في الشهر، ياخد 1000 جنيه في الشهر بتأجير المدن الجامعية، وهو هيكون سعيد بهذا لأنه هيبعد عن الملتوف، هيبعد عن ضرب النور اليومي اللي بيعيش في وسط المدينة في وسطهم، أما يبعد عنهم ويأجر بره بعيد هيبقى سعيد. ليه يا فندم ما يبقاش في تطهير أصلا للجامعات؟ ويبقى إيه؟ ليه ما يبقاش في تطهير أصلا للجامعات؟ من إيه؟ ليه ما يبقاش في تطهير للجامعات؟ ما هو لازم تطهير الجامعات، كله ماشي مع بعض وكله مرتبط ببعض، لابد من تطهير الجامعات زي ما أنت قلت. قانون الدعاء الجامعات، قانون التجنيد لو فعل إن الأهل دول يتاخدوا الصحراء هيبقى مهم جدا، احوله من مجرم الى منتج لان هيطلع مجرم. انت رفضته خلاص، ثبت عليه انه حرق معمل، رفضته مش لازم يروح يبقى الجيش ولا سيبه جيش. دي نقطه مهمه الناس مش واخده بالها منها. الاسر الابويه دي مهمه جدا، ان كل عضو يتدس بقلب مجموعه، المجموعه دي يبقى اب له، ان شاء الله ابوه الشكل معاه يروح يصالحه مع عائلته، ان شاء الله ابوه يوم ما يجي الاخوان وهم قله يعملوا اي شيء، الطلبه هم اللي هم تحت إمرة الأب ده والأب ده والأب ده هيبقوا إيه؟ هيتصدوا للإخوان دون حاجة إلى شرطة، دون حاجة زي ما حصل في الخمسينات في أسر المساق أيام جمال عبد الناصر. وربنا إن شاء الله يعني في خير إن شاء الله إن شاء الله. أنا اسمي الدكتور أستاذ الدكتور رشاد أحمد عبد لطيف، نائب رئيس جمعية حلوان السابق، ويعني أنا جاي النهاردة عشان يعني أتكلم عن ما يسمى بالعنف وعلاقته بالإرهاب الذي يعني تعانيه مصر. وأنا بتكلم عن العنف باعتباره أحد المظاهر التي تقود المجتمع، وإن إذا لم نرتبه ليه جيدا سوف يؤدي إلى تجزئة في المجتمع المصري. وبتكلم عن أسباب كتيرة جدا للعنف، منها ما هو راجع إلى البيئة التي تحيط بالإنسان، سواء كان العنف موجها للمرأة أو موجها للطفل إذا كنا خدناه بمعناه الاجتماعي. وأنا طبعا أساسا تخصص اجتماعي، فأنا بتكلم عن الجوانب الاجتماعية. فبنجد أن في عنف موجه للمرأة وبشدة، وبلغت نسبته يمكن في الإحصاءات 39.8 من 10، وفي عنف موجه للأبناء، وأيضا أشارت الإحصاءات أنه بيقترب من هذه النسبة 32.7 من 10. ويمكن الجرائد والصحف والتلفاز أعلن كثير عن الحوادث السيئة التي تتم في داخل الأسرة المصرية. وهناك أيضا عنف مستتر، وهو الذي يستخدم في حالات الاغتصاب في المجتمع، وله أسباب كثيرة. فإحنا بحاول بقدر الإمكان أن نلم بهذه الأسباب، منها ما هو اجتماعي نتيجة سوء التربية وسوء التنشئة الاجتماعية وسوء الدخل الذي يحصل عليه الإنسان، وفي جوانب اقتصادية البطالة الموجودة في داخل المجتمع، وفي جوانب أيضا مرتبطة بالشخصية، منها الشخصيات السيكوباتية، ومنها الشخصيات التي لديها مرض بالمخ أو لديها انحراف جنسي أو لديها انحراف أخلاقي. كل هذه العوامل بتقود إلى وجود هذه المشكلة التي تعاني منها كثير من المجتمعات وليس مصر. لكن الغريب في هذه الجزئية أو الجديد في هذه الجزئية أن يرتبط العنف بالإرهاب، لأنها دخل علينا عنف سياسي، وهذا العنف السياسي لم تعرفه بلادنا منذ زمن طويل، ولكن ده ناتج برضو عن نتيجة عدم الإعداد السياسي المعتدل لشبابنا، وأيضا نتيجة غياب المؤسسات الدينية عن القيام بدورها مع الشباب، وأيضا نتيجة عدم اقتراب الأساتذة في المدارس أو الأساتذة في الجامعات من الطلاب وتوعيتهم ببلدهم وبأهمية الانتماء للبلد. هخرج من هذه القضية بأننا عرضت أو هعرض مجموعة من المداخل لكي نواجه هذه المشاكل. أبرز مدخل اللي هو عملية تحسين نوعية الحياة، لازم نوعية الحياة تتحسن للشباب، ويجد العلاج ويجد البطالة ويجد العمل ويجد السكن المناسب الذي يمكن أن يواجه احتياجاته الأساسية. أما المدخل الثاني فيرتبط بسميته أنا التهيئة المرتكز على المجتمع، يعني لابد أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية مع المؤسسات الأمنية بأنها تحاول بقدر الإمكان تنسق منها الجهود حتى يمكن أن تواجه هذه الظاهرة التي لا يمكن أن يفيد فيها الجانب الأمني، ولكن لابد أن تتكاتف فيها كل الجهود لمواجهة هذه المشكلة. حضرتك شايف ان الدوله دلوقتي بقى دورها الحشد والتعبئه اكثر من التفسير؟ لا لا لا، ده انا نفسي في الاول خالص يعني حتى لو اخذنا دور كبير جدا في عمليه التوعيه، لان التوعيه بتوضح للشباب ايه بلدهم وايه ايه الميزات الموجوده في بلدهم حتى يحافظوا عليها
وإيه اللي ممكن ينزلق للمجتمع حتى يمكن أن لا يقتربوا إليه، وبعد كده نيجي عملية التكثيف وعملية الحشد إلى آخره بعد عملية التوعية حتى تبنى العمارة على أساس سليم وليس على أساس خاوية أو أرض رخوة ممكن تنهار في أي وقت. حضرتك تلوح أن الدولة دورها غير منظم الآن؟ في كثير طبعا من الآراء بتشير إلى ذلك، وأنا بؤكد أن عدم التنسيق بين الأجهزة هو سبب ما نحن نعانيه، وعدم النظرة إلى المشكلة نظرة يعني بعمق مش نظرة سطحية هي السبب، ودل على ذلك العشوائيات اللي سيادتك شايفه ولسيادتك شايفها، ان حتى الخطط الموضوع لمواجهة العشوائيات خطط بتزيد من العشوائيات ولا تقلل من العشوائيات. احنا محتاجين الى واحد وطني، يعني انا مش عايز اتكلم واقول ان عندنا السيسي دلوقتي عشان بيقولوش انا بطاق يعني الناس بيطبلوا ليه، لكن انا بقول احنا محتاجين السيسي في كل مؤسسة من المؤسسات، يراعى ربنا في المجتمع ويراعى ربنا في شباب مصر ويراعى ربنا فيما تتجه اليه عمليات الفساد في كثير من القطاعات. وانا بقول لو ركزنا شوية انا متهيألي في خلال مش انا متفائل او في خلال 6 شهور ممكن بلدنا تتظبط، بس يبقى الكل بيشتغل على قلب رجل واحد، الكل بيتعاون، بنرفض الأنانية، يعني ما بقاش كل واحد لك أنا لا، احنا كلنا بنخدم مصر وكلنا بنخدم شباب مصر. إذا عملنا كده أنا بقول لك ما يقال عن الدولة الآن سوف ينتهي بإذن الله. لأنك عارف الدولة مليانة عوار تنظيمي، ممكن نبدأ منين لتنظيم هذا العوار؟ نبدأ من الأسرة، أنا هبدأ من الأسرة، ما بدأش من أي حتة تانية، الأسرة والتعليم. إن التعليم لما شارل دوغول راح فرنسا وقال لهم سؤال واحد، قال لهم إيه أخبار البلد؟ فقعدوا يحكوا له قال أخبار التعليم إيه؟ لما قالوا له كويس قال المجتمع كويس. فأنا بقول إن التعليم بينور المخ وبيهذب الأخلاق وبيعلم الطريق السليم إذا وجد مناخ جميل في داخل أسرة تحتضنه وترعاه وتهتم بيه.